إعلان فيلم اللي اختشوا ماتوا لغادة عبد الرازق للكبار فقط. طرحت الشركة المنتجة لفيلم اللي اختشوا ماتوا للنجمة غادة عبد الرازق المقدمة الإعلانية له، وده تمهيد لعرض يوم 20 من الشهر الحالي، وتم طرح إعلانه بعد تصنيفه للكبار فقط لأن الفيلم يتضمن مشاهد جريئة. هذا ما كشفته كارول سماحة عن غنائها غيرت مبادئي اللي كتبتها بنفسها. كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن أغنية غيرت مبادئي اللي كتبتها بنفسها واللي جت ضمن أغنيات ألبومها الأخير ذكرياتي. كتبتها لتعبر فيها عن حالة تعيشها ويعيشها كل مغرم بيشعر أنه أصبح أعمى فيقوم بتغيير مبادئه من أجل اللي بيحبه، لكن بعدها بيكتشف أنه بيحب وهم. ريهانا ترتدي تيشيرت يحمل صورة الأميرة ديانا. ظهرت النجمة العالمية ريهانا تتجول في إحدى الشوارع ولايات نيويورك، وارتدت النجمة تيشيرت أسود مطبوع عليه صورة للأميرة الراحلة ديانا، وهذا ما أظهر مدى عشق ريهانا للأميرة ديانا. مصطفى شعبان يصور أبو البنات داخل مدرسة في التجمع الخامس. الفنان مصطفى شعبان بيصور أحداث مسلسله الجديد أبو البنات داخل إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس، ومن المقرر أن ينتقل مخرج العمل رؤوف عبد العزيز لاستكمال التصوير في الأسكندرية بعد ما يخلص المشاهد دي. نجوى فؤاد عن صفينار زي فراخ الجمعية. رفضت الفنانة نجوى فؤاد وصف الراقصات المتواجدات حاليا على الساحة براقصات مصر، وقالت خلال استضافتها ببرنامج صح النوم مع الإعلامي محمد الغيطي، وقالت إن ده على الرغم من إن الرائصات الأجنبيات ملتزمات وبيتعاملوا مع الرأس بجدية. وفي تعليقها على صفينار قالت حلوة بس زي فراخ الجمعية، يعني حلوة لكن ما عندهاش إحساس. طب صراحة إيه رأيك في رأس صفيناز؟ صفيناز يعني ما أعرفش، يعني هي حلوة بس زي ما قلنا فراخ الجمعية، يعني مفيش إحساس. جمال مفيش. احنا في رأس الرخام نسميه رأس بارد نسميه، مفيش سخونة سامية جمال، مفيش. ما انا هقول لك احساس نبوة فؤاد، مفيش. قلت لي اعملي رأس مايكل جاكسون هعملها بس مش بالاحساس بتاعه. احمد عزي وتامر هجرس في صورة نادرة قبل ما الظهر يلعب. نقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة نادرة للفنان احمد عز مع الفنان تامر هجرس قبل الشهرة مع تعليقات ساخرة. الصورة المنتشرة كانت لعرض ازياء قديم لماركة بي تي ام لما كان الفنانان عارضان اعلانات وازياء، وتطور عالم الموضة كل يوم كان السبب في السخرية منهم بسبب الموضة القديمة اللي طغت على ملابسهم في الصورة.